في هذاك الجديد ما بقات واكله والو مع الغلا ديال الحافله. اذا النقال ما بقاش استطاعته باش يخرج هذه الحافله ديال ارباب النقد. حنا راه حطيناهم شحال من مره، حطينا العمده، حطينا الوالي، حطينا الهادي، حطيناها، حطينا الامن، حطينا المدير العام ديال الامن الوطني تحتيه الطرق، المداخل ديال الدار بينا كل شيء تفتح، كل شيء دار، الجاردان ديال الدار بينا كل شيء راه بدا. اهداف اخرى ثاني وراء المحطه كانت اهداف للسياسيين، اهداف لبعض السياسيين المنتخبين الحاليين مدينه الدار البيضاء، هو الاستيلاء على ذاك العقار، هو اعطاء فكره ان الدار البيضاء محتاجه محطات اخرى. بستين المحطه اللي كاينه دابا احسن موقع بالنسبه للنقل، بالنسبه للمواطنين البيضاويين، بالنسبه للمواطنين خارج الدار البيضاء. واحد 500 مليون يصرفوها عليها ترجع محطه مثاليه، 500 مليون من ديك 60 مليار اللي بغاو يشدوها البلاد في امس الحاجه لهاد الفلوس هادي. منتخبين سياسيين الله هو تيخلص فيهم الحمد لله، ها هما تيخلصوا الحمد لله. ها هو واحد اللي كان تيقول لك انا شاد الميكرو وتيهضر في الصحافه بالله راه هذيك المحطه بقات ما بقاتش صالحه، ها هو هو اللي ما بقاش صالح. ها هو خاوي البلاد خارجه، خاوي البلاد هو اللي ما بقاش صالح. منين على هذيك 60 مليار اللي غادي تصرف في هذه المحطات؟ يصيروا لنا على واحد 500 مليون على هذه وترجع محطه مثاليه. ما كاينش هذه المحطه باش يجيو السياسيين ويديوها. العقارات، مافيا العقارات. لوبي. لوبي ديال العقارات. الحاج محمد الخلوفي بن عباس رئيس الجامعة الوطنية لأرباب النقل الطرقي للمسافرين المغرب. هاد الاجتماع ديال اليوم ديال 27 فبراير 2024 جاء على إثر المجهودات الجبارة اللي تنشكر عليها السيد الوالي والسلطات المحلية كذلك والمجالس المنتخبة على هذيك الحملة اللي دار لنقينا المحطة الطرقية ديال المسافرين التي احتلها المهاجرين الأفارقة، وماشي هي احتلوها، واحد الصورة اللي عطاوها قاسمة عند المسافرين وعند المواطنين المغاربة حتى أن حتى واحد ما بقى تقدر تيجي ليها. المهم هاد العمل اللي دار عمل جبار، وعاود تمنينا باش عاود ترجع ديك الحركة التنقلية لهذيك المحطة وترجع للعهد السابق ديالها إن شاء الله. وهنا هاد الاجتماع هذا جينا للتدارس إعادة النشاط في هذه المحطة وإعطائها الصورة اللائقة بها. فعلا المحطة الطرقية هي من ناحية الموقع ديالها ومن ناحية المساحة ديالتها هي محطة باقة صالحة، ماشي هي الصالحة، جد صالحة لاستعمال الحافلات ونقل المسافرين، لا من ناحية المساحة ديالتها تقريبا واحد الخمسات الكتارات ديال المساحة ديالتها، من ناحية الموقع ديالها ولات تقريبا انتهاء الأشغال من التراموي. عرفناها دابا بلا التراموي راه غادي يولي تيجيب ليها لا هو ولا الباصواي، ولات النقطة اللي تتلتقي فيها جميع المواصلات في من أي منطقة إلا وعنده الاستطاعة باش يستعمل التراموي ولا الباصواي ويوصل للمحطة الطرقية. فعلا 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 ماشي هي مافيا العقار كيف ما سميتيهم نتايا، ولاني ولات عندها أهداف من بعض السياسيين سامحهم الله. سامحهم الله لأنه لو تشوفوا فيها واحد الوعاء عقاري مهم بالنسبة لهم، وحتى بالنسبة لديك الاستثمار ديال واحد 60 مليار باش يديروا واحد الغلاف المالي اللي رصدوه ديال 60 مليار من أجل إنشاء جوج محطات طرقية، وهذه المحطات ما غاديش يكونوا في المستوى ديال هذه المحطة لا من ناحية مساحة ولا من ناحية الموقع. 60 مليار
حنا اللي تنطلبوا من السلطات المحليه ومن المجالس المنتخبه حاليا هي الواحد 5 مليون ديال الدرهم كافيه لاعاده هذه الهيكله ديال واعاده البرنامج ديال هذه المحطه، وغتصبح ان شاء الله جد حسنه وجد لائقه للاستعمال والانزال المسافرين، وفي صالح المسافرين وفي صالح المسافرين على الصعيد الوطني وفي صالح المواطنين ديال الدار البيضاء. الدعم ديال الغازوال كان اخر دعم كان تقريبا واحد شهرين هذه، وهذا هو اخر دعم اللي كنت لقيناه تقريبا. هذه العمليات كلها ديال الدعم كانت تقريبا وصلت شي 12 عمليه ولا شنو هي. احنا دابا راه غاديين في السنه الثالثه، يعني انها ما دايره والو بالنسبه لهذا الارتفاع الصاروخي ديال المحروقات. الحاج بعض المواطنين اللي عندهم السيارات كيحاولوا انهم يولجوا داخل المحطه كيطلب منهم انهم يخلصوا. اولا بالنسبه للمسافرين اللي تيدخلوا بالسياره ديالهم حتى المحطه، هي في الحقيقه هذيك القضيه غير لائقه باش يدخل يدخل المحطه بالسياره ديالو، لان كاين الحمد لله احنا غادي نطلبوا في هذه المسائل ثاني كذلك من السلطات المحليه باش كل بجنبات المحطه الطرقيه تكون واحد المحل خاص ديال الارصفه للمستعملين ديال المحطه الطرقيه، للسائقين ولا حتى المسافرين اللي بغاو يسافروا تيجيبوا اهليهم تيلقاو فين يوضعوا السياره ديالتهم تيدخلوا المحطه بكل اريحيه. هو في الحقيقه ما عمر العقوبات تتادي ولا الزجريه تتادي للردع او انخفاض من التجاوزات ولا هذه، ولكن حنا غادي نمشيو شويه بشويه حتى نوصلوا لهذا نهيئوا لهم داخليا المحطه الطرقيه، نهيئوا فين يدخلوا ويتحيدوا هذوك الجبال ديال البيطون تما واضعينهم حتى هما، ونحيدوا هذه المسائل تنقى المحطه ويولي كل شيء يدخل ان شاء الله المحطه ويكون ملزم باش يدخل المحطه. ملزم سواء بالغرامات سواء بالمحجز ديال الفوريان كذلك. الحاج انتم مع ان الجماعه تبقى تسير محطه الفوريان ام ان تاخذ الاستقلاليه ديالها كما كنقول؟ هو ملي كانت تسير في المستوى لا تسير بالنسبه ما يمكنش باش مجلس المدينه يسير مباشره هذا المرفق هذا، لانه بالنسبه للمصاريف ديال المحطه وبالنسبه ما يمكنش باش تكون تتلبي في وقت وجيز، خاصها حتى تدوز مسائل في الدوره والدور هذه، ولكن احنا ان شاء الله المهنيين راه تيطلبوا باش يكونوا شركاء معهم في التسيير. وكان خير دليل على التسيير الحسن هو انه ملي خرجت ديك شركه الرضا من المحطه الطرقيه الا والتسيير غادي من نسي الى أسوأ الى يومنا هذا. شكرا. تنطلبوا من المجلس المنتخب ولا مجلس المدينه باش يدير اعاده النظر في هذا، وراه كاين القانون تنص على الشراكه ديال المهنيين مع بغيتك انا عارفك صريح تعلمت من خلال الكلام ديالك والثقه ديال الناس فيك، اش كتقول ما في العقار؟ و هاد النقطة هادي ما خليها احنا تتهمنا الحمد لله داكشي اللي تيهمنا راه دارو السيد الوالي، تنوجهوا ليه الشكر هو السلطات المحلية، وكاينة السلطات المحلية اللي واقفة بالمرصاد لأي كل ذوي النيات السيئة وكل ذوي النيات اللي عندهم المصالح الخاصة ديالهم هادشي كاين الحمد لله الوزارة الوصية ديال الداخلية اللي واقفة بالمرصاد لهادشي. كلمة كنتي عجبتيني فيها ودي الحاج هي ان كانوا كيقولوا بعض المسؤولين بان محطه ثلاث زيان غير صالحه حتى اصبحوا هم اللي غير صالحين.